بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نتكلم عن الاغتسال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله حاضر بس غسل إليش تغرلق سوزليمس الاغتسال على صفتين غسل إليش نون إشكي سبت بولدو صفة كاملة مستحبة برنش سي كامل سبت يعني مستحب بولغان سبت صفة مجزئة صحيحة إشكينش سي أجر آدم ألصى شو يتلق بولغان سبت نتكلم عن هذه الصفة المجزئة الصحيحة وسهلة هي Азыр біз мұшу адам алса шу етерлік болдыған сүпәт тұғырлық, яне шу ғысыл тұғырлық сөзлейміз. Елуі бі қалбі? Біріншісі адам өзің жүрегімден ниет қылды. Юсамми құл бісміллә? Бісміллә деп еті дұр. Юаммим жәмі әлбәдән білмә ва ма тәхті шуғыр қафифа ва кәфифа ма әлмадмад ва істиншақ ва істинтар. Андыр кейін адам бүтін бәдіні су білен жүйді. Хәм үшін дақыла түкілерің асты боламды, яки башқы елі боламды, хәмі елінің су білен жүйіп, هم شنو خلاه يوزن أغز بلن برونا نشاي قيدو بهذا يخرج يصلي لا يحتاج أن يتوضأ مش نون بلن آدم تشخب تهارت ألما حتى نماز أقسمه بو كباي بلدو نعيد مرة أخرى يعني برقتم ديمس ينوي بقلبي جريك بلن نيات قلدو يسمي يقول بسم الله بسم الله دب إيتدو يعمم جميع البدن بالماء وما تحت الشعور الخفيف والكثيف مع المضمض استنشاق واستنثار هم شنو خلاه يوزن بدن بتون لاي سو بلن جيوب وزن أغز بلن برنوني سو بلن شاق أيضا نعم الصفة الكاملة المستحبة أعلى صفة في الوضوء هم دي مستحب بلغان كامل بلغان سفة تغرلق سوز ليمز نعم أولا يغسل الفرجين القبل والدبر قبل ساهم بشدا وزنن أورتنا جويش يعني وزنن ألدكي همشناق لكيندك أورتنا جويش ينوي بقلبه نيات قلمه وزن جريك لن يسمي يقول بسم الله بسم الله دب إتماق يغسل كفين Андын кейін өзінің қолын жүйіш. Ятемал мұл үстен шық үстен тір. Хәмшіндақлы өзінің ағзы білен бұрныны чайқап жүйіш. Яқсыл әлвайы маған ләхе. Хәмшіндақлы өзінің үзіні, шындақлы өзінің үзіні жүйіш. Яқсыл әл әдәл емінә маған мұрфақайын, түммәл үсір маған мұрфақайын. Андын кейін өзінің оң қолы білен сол қолыны, حتى جينك كذي جينك بلن بلا خوش الجيوش. يغسل الرأس يروي بالماء مع الأذنين. هم شو نقل أذنهم بيشن الجيوب تروب أذنهم كلاخرنا مجيوش. ثم يغسل الشق الأيمن كاملا. عندنا كين أذنهم أون تربني يعني بعدنا أون تربني بتنا جيوش. ثم يغسل الشق الأيسر كاملا. ونظن كين أذنهم بعدنا صول تربني بتنا جيوش. ثم يغسل الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى. عندنا كين أون بتنا جيوب ونظن كين صول بتنا جيوش. مرة أخرى. يعني برقتن. يغسل فرجين. أذنهم إشكي أبرتنا جيوش. ينوي بقلبه. نيات قلمك يسمي يقول بسم الله بسم الله هذا بيتمق يغسل كفين إيش كي قولنا القن جيوش يتمضغ استنشق استنثى برن بلن أذن أغزنا جيوب شاي قمق يغسل الوجه أذن يوزن جيمق اليد اليمنى أون قولنا جيمق ثم اليد اليسرى هذا الكين سول قولنا جيمق ثم يغسل الرأس مع الأذنين هم شو نقل أذن بيش بلن قلاخرنا جيمق ثم الشق الأيمن هذا الكين بدنا أون تربني ثم الشق الأيسر ونظن كين بدنا صول تربني ثم الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى ونظن كين اون قطني هم شنقلا صول قطني جيوش موجبات الاغتسال متى يجب عليه ان يغتسل؟ قيس الاشلا غسلنا واجب قضى يعني غسل الاشنا واجب قضى الجنابة برنش سين جنابة تبقنش اذا خرج منه مني سواء وهو مستيقظ او نائم مثلا اجر ادم دن مني تشكت سمايلي وادم ويقضى بوصون ياكي ويقصص ياكي ويقضى قطن بوصون كذلك الجماع هم شو دخل جماع وإسلام الكافر هم شو دخل كافر إسلام دون الكرسة وموت غير الشهيد أي إنسان يموت وهو مسلم لابد أن يغسل إلا الشهيد هم شو دخل شهيد من باش قهر قد نقبر مسلما آدم ألسى ونقع غسل ألماق واجب له يعني آدم لنا ونقع غسل إلي شيء والطهارة من الحيض والنفاس المرأة إذا طهرت من الحيض والنفاس لابد أن تغتسل هم شو دخل أيال كشلان هايز بلا نفاس تكندن كين والله أعلم الله يخشى بالجيش دور نعم